نجاح البيع بالتجزئة يتناسب بشكل مباشر مع معاملة التجارة والتسوق الإلكترونية. تشهد المملكة المتحدة اليوم ارتفاعاً كبيراً في ممرات المتبضعين في متاجر البيع بالتجزئة. في نهاية الأمر يرغب المزيد من العملاء في الاستمتاع بتجربة تسوق شخصية سلسة، بينما يستمر الإقبال داخل المتجر في اكتساب الزخم ببطء للعودة إلى مراحل ما قبل الوباء. فإن ثقة العملاء اليوم مصدر قلق شديد لتجار التجزئة، تؤثر تكاليف الطاقة المرتفعة والتضخم المتزايد على سوق البيع بالتجزئة.